ودا بنتي تسكن في الميل سيسو تقرا في الصيام تاع المقبره. خرجت من 9:30 ساعه الصباح ما بانتش حتى اليوم، مازال ما نشوف عليها قد هكا. يا ودا بنتي راني مسامعاتك غير واعي، راني مكروي عليك، خوتك راه مكوين عليك غير واعي، ما ندير لك والو، نعلبوها قرايه قعدي معايا في الدار بنتي غير واعي، راني باغي نشوفك غير هكا، باغي نشوفك يتعنقيني وتسلمي عليا. انا بعيده امبارح نبكي، راني كاع القنبيطه كومبلي راهي عندي كاع راهم متهولين عليك. يا بنتي رواعي رواعي بنتي، ما كانش اللي يخرب فيك والو، رواعي غير واعي، نعنقك بعشر يدين. عشيرات ولا خمسه مجمعين برا في برا في الزنقه ويشوفوا في تاقتي ويهضروا. عيطت لهم، جات قالت لي بلي جات عنا للدار وهضرت مع مرت خويا وقالت لها البارح هاني هاربه من الدار، ما غاديش نقعد، مانيش بايته في دارنا. وهي باتت في هذه البلاصه بنتي، هذه بلاصتها باتت معايا، خافت مني لا نضربها على القرايه، باين المعدل ما جابتش غايه. يا بنتي ارواحي عندي، ما تقعديش هنا ارواحي عندي، انا متوحشاتك، ما كانش كان يهضر معاك ولا يكلمك. اه ودار واحي يا بنتي ارواحي، والله لا توحشناك امي انت يا ارواحي. واحي يا بنتي اختي وين راكي، توحشناك. انا اللي مريضه وزدت تكملتيني، امي متكره في يومين راهي بكايا. ارواحي يا بنتي والله ما كان لي كلمك، ندي بنتي عندي ارواحي، اللي بغيتيه واللي بغيتيه نديروه لك ارواحي بنتي اختي ارواحي.